مساء الفل على كل متابعين قناة حريف أفلام. فيلم النهاردة اسمه بيتر دايز. فيلمنا النهاردة من أكتر الأفلام اللي ممكن تتفرج عليها وتستمتع بتمثيل أبطالها وصدق أدائهم. بيبدأ الفيلم بحادثة انتحار لطالبة اسمها شادوي في مدرسة ثانوي، واللي بتنط من دور عالي وبتقع ميتها في ساحة المدرسة. كل الطلبة بتتجمع وبيصوروها إلا تشينيان اللي بتروح تغطيها وبتحترم حرمتها كميتة. بيبان من بداية الفيلم إن طلاب المدرسة دي جانب الشر فيهم مسيطر، يعني حادثة بشعة زي دي محدش اتأثر بيها غير تشينيان، وسبب تأثرها إنها كانت صاحبتها وبتتعرض لنفس طرق التنمر. لكن شايدوي ما استحملتش وقررت تنتحر، أما تشينيان متماسكة ومتجاهلة كل أساليب التنمر اللي بتتعرض لها، واللي واحد منهم بيحصل في نفس يوم حادثة الانتحار لما بترجع فصلها وبتلاقيهم مغرقين الكرسي بتاعها بسائل أحمر. بعدها بيجي البوليس للمدرسة وبيستدعوا إيان عشان يعرفوا منها أسباب انتحار شايدوي باعتبارهم أصحاب، ولأنها الوحيدة اللي جريت عليها وغطت جثتها. لكن إيان ما بتحكيش أي حاجة عن التنمر اللي وصل شايدوي للانتحار، وقالت لهم إن تغطيتها لجثة شايدوي تصرف أخلاقي منها، وتفتكر لو شايدوي لسه عايشة ما كانتش تحب تبقى متعرية قدام المدرسة كلها. وبصراحة عندها حق، سؤال غريب جدا من البوليس والمدرسة إنهم يستغربوا تصرف يان وما يستغربوش جحود باقي الطلبة وتصويرهم لجثة شايدوي. بترجع يان لحياتها الطبيعية، واللي بيبان إنها حياة منطوية، ولما بتروح بيتها بنتعرف على مستواها المادي الضعيف ومامتها اللي بتكون هربانة من الديانة وبتتاجر في منتجات مضروبة. ورغم كل الصعوبات اللي بتمر بيها يان إلا إن عندها هدف واحد، وهو إنها تنجح وتتقبل في جامعة بكين عشان تقدر تخرج من الدايرة السامة اللي عايشة فيها، سواء في المدرسة مع طلبة أشرار ومتنمرين أو في البيت بظروفه الصعبة. وفي طريقها بيتجمع عليها شلة بنات وبيضربوها عشان يستجوبوها، قالت إيه للبوليس لاعتقادهم إنها ممكن تكون فتنت على تنمرهم بشايدوي، وبالتالي ممكن يكونوا طرف في القضية. وطبعاً بتفضل يان ساكتة ومش بتاخد أي رد فعل. أقصى رد فعل بتقدر عليه إنها تغير الطريق اللي بتمشي منه عشان محدش يأذيها. ولما بتاخد طريق جانبي مقطوع بتلاقي شلة شباب متجمعين بيضربوا شاب تاني. بتتصل يان بالشرطة وبتبلغ عن اللي بيحصل، بس واحد منهم بيسمعها فبياخد منها التليفون وبيسحلوها مع الشاب اللي بيضربوه وبيسرقوا فلوسها وتليفونها. وكأن الحظ الأسود محاوط يان من كل اتجاه. تاني يوم بيقابلها الشاب اللي اتضرب معاها واللي بيكون اسمه بيشان، وبيرجع لها الفلوس والموبايل اللي اتسرقوا منها، وبيكون موبايلها مدشدش وبيصلحه لها، وبيعرض عليها انه يحميها مقابل انها تديله فلوس. بتقصف يان جبهته وبتقوله اذا معرفتش تحمي نفسك هتحميني ازاي، وبتكمل يان طريقها. لكن بيفضل بيشان وراها لحد ما بتوصل لبيتها، وهناك بتلاقي صور مامتها متعلقة على الحيطان في الشارع ومكتوب عليها إن مامتها نصابة. بتتضايق يان وبتحاول تلم كل الصور، بس الفضيحة ما بتقفش لحد هنا وبس. تاني يوم لما بتروح المدرسة بتلاقي رسائل على تليفونات الفصل كله بصورة مامتها وتحذير من نصبها، وده طبعا بيزود التنمر عليها. وفي ملعب المدرسة بيرموا شلة البنات عليها الكورة وبيضربوها بيها. بتحس يان بالإهانة والأول مرة بترد، وطبعا ردها بيضايقهم، فبتروح واحدة منهم وراها وتشنكلها، فبتقع يان على السلم وبتتعور في وسط كل الناس. وتبص لها البنت وكأنها بتقول لها إنها هتفضل كسر عينها وما تفكرش تاني تدافع عن نفسها. الحمد لله في وسط مدرسة الشر دي بيظهر طالب غلبان زي يان، وبيحاول يواسيها وبيقول لها إنه كلها شهر ويمتحنوا ويروحوا الجامعة اللي بيحلموا بيها. بس في الوقت ده بتكون يان جابت اخرها من القهر اللي بتتعرض له، وبتقول له ان صاحبتهم شايدوي اتعرضت لكل ده وما قدرتش تستحمل، وهي مش هتفضل ساكته زيها وهتاخد خطوه المره دي. وفعلا بتروح تبلغ الشرطه عن البنات دول، وبترجع الشرطه للمدرسه مره تانيه وبيحققوا مع البنات وبيوقفوهم عن الدراسه. طبعا الاهالي بتنهار وبييجوا يبوسوا ايد ورجل المدير عشان يرجع بناتهم المدرسه من تاني، فأكتر وقت حساس في السنة وقبل اختبارات قبول الجامعة بشهر. ولأن البوليس مش بيعرف يوصل لدليل مادي ملموس ضد البنات دول بالرغم من تصديقه إنهم السبب في الانتحار، ولكن عدم وجود دليل بيحميهم من العقاب، فبتكتفي المدرسة بتوقفهم عن الحضور لحد وقت الامتحان. مشاكل أميان مع الديانة بتزيد،
وده بيخليها تهرب من البيت والمنطقة كلها وبتعيش يان لوحدها. وفي يوم ويان رجع لبيتها بتلاقي شلة البنات الحيزبونات مستنيينها عند عمارتها ومعاهم قفص فيه فيران، وواحدة فيهم ماسكة آلة حادة عشان تموتها، وبيقولوا لها إنها السبب في رفضهم من المدرسة، وحلها الموت زيها زي شاي دوي. فبتجري يان منهم، وفي طريقها وهي بتجري بتتصل بالضابط اللي متابع القضية، واللي ممكن نسميه كريم عشان أسمائهم صعبة، واسم كريم تحسه راجل طيب وجدع زيه كده. المهم يان بتتصل بيه وما بيردش عليها عشان دايما البوليس بيوصل متأخر. فبتلاقي يان صندوق زبالة بتستخبى جواه، والبنات بيبدأوا يدوروا عليها. بيشوف كريم مكالمة يان وبيتصل بيها، وهو بصوت موبايلها بيرن جوه صندوق الزبالة. واحدة من البنات دي نسميها ميار بتسمع التليفون وبتعرف ان ده مكان يان، لكن الغريب انها بتسكت ومش بتفتن عليها لباقي الشلة، وهنعرف سبب سكوتها ده قدام. وقتها بتحس يان انه ما ينفعش ترجع بيتها لانهم خلاص عرفوا طريقها، ومش بيكون قدامها حل غير انها تروح لبيشان وتطلب حمايته. بتفضل قاعدة قدام بيته لحد ما بيجي وبيتفاجئ بوجودها. بتحكي له عن حكايتها وبتقوله ان معهاش فلوس تدفعها له لحمايتها، ومع ذلك بيوافق انه يحميها، وبيقول لها انها مديوناله بمقابل، لكن مش بيحدد المقابل ده، بس حاول يطمنها وقال لها ان المقابل ده ممكن تكون عزومة على اكل حلوة مثلا. يان باتت عنده وبقى ماشي وراها زي ضلها في كل مكان بتروحه، بيبقى على بعد خطوتين منها عشان يحميها لو اي حد تعرض لها. ومش بس كده، ده كمان مسك بنت من شلة الحيزبونات وضربها وهددها انه هيأذيها لو تعرضت ليان تاني. وطبعا ساعتها عرفوا ان يان في حد بيحميها وراها. بنبدأ من الاحداث نتعرف على حياة بيشان، واللي بيبان انه قصة حياة تيتو كده وهو صغير، يعني شاب ابو سابه هو ومامته وهو صغير، فراحت امه كمان اتخلت عنه واتجوزت، وبقى مربي نفسه بنفسه في الشارع. شغلته بلطجي على نشال، بيشتغل لحساب بلطجي كبير، وهكذا حياته من غلط لغلط. وفجأة بيجمعوا في بيت واحد حياة مع يان، البنت اللي ظروفها جايز جدا تكون شبهه، لكن طريقها واختيارها وتصميمها انها تكون شخص ناجح هو ده اللي خلاها مختلفة، وهو ده اللي خلاه مصمم يساعدها ويحميها عشان يحس انه عمل حاجة صح، وعشان ما تعيش نفس الحياة اللي هو عاشها. في يوم بتيجي ميار اللي هي من شلة الحيزبونات تعيط ليان، وتقول لها انها حاولت ترضيهم بكل طريقة علشان تتقي شرهم، لكن برضو الفترة دي قلبين عليها، فبتطلب من يان تحميها. بتاخدها يان في سكتها وتروحها، وهي متأكدة ان بيشان ماشي وراها، عشان كده بتكون مطمنة. ومن هنا بنعرف ليه ميار دارت على يان لما كانت مستخبية في صندوق الزبالة، وانها ما كانتش راضية عن كل اللي بيحصل، وبتجاري البنات دول بس علشان ما يأذوهاش. بتحس يان بالأمان مع بيشان، وأخيرا بتركز في مذاكرتها ومستقبلها وبتستعد للامتحانات. لكن في يوم بيكون بيشان خارج مع أصحابه، وبتيجي الشرطة تطب عليهم وبتلمهم كلهم، لأن في بنت مقدمة شكوى إن حد اغتصبها. وطبعا في الظروف اللي زي دي بيلموا العيال اللبش اللي في المنطقة باعتبارهم أول المتهمين، وبيقضي بيشان يوم كامل في القسم. بتحاول يان توصل له بكل طريقة وتتصل بيه، لكنها ما بتعرفش مكانه. بيبدأ الخوف يرجع لقلبها مرة تانية بعد ما حست بالأمان، وبتخرج اليوم ده، فبيتلموا عليها شلة الحيزبونات ومعاهم مجموعة شباب وبيدوها علقة موت، وبيقطعوا لها كتبها وبيقصوا لها شعرها، وكمان بيتهموها في شرفها لأنهم تصوروا مدام في ولد بيحميها يبقى هو على علاقة بيها، وبيكرروا يصوروها عريانة، بينتهكوها حرفيا. تاني يوم بيرجع بيشان البيت بعد ما تم إطلاق سراحه، وبيتفاجئ بشكل يان اللي بتكون أثار الضرب عليها في كل حتة، ولما بيعرف منها تفاصيل اللي حصل بينفعل وبيجري علشان يخرج يقتلهم، لكنها بتمنعه وبتهديه. ولما بيهدوا بيقوم بيشان يقصلها شعرها بالمكنة بناء على طلبها، لأن شعرها بقى متقطع من كل ناحية. بيكون بيشان متألم جدا وهو بيعمل ده، عارف طبيعة علاقة البنت بشعرها، عشان كده بيقرر هو كمان يحلق شعره تضامنا معها. ومن هنا بنبدأ نشوف إن العلاقة ما بينهم فيها حالة من حالات الحب النقي الصادق. وفي المدرسة بيوزع المدرس عليهم كارنيهات الامتحان، والكل بيتفاجئ بشكل يان سواء أثار الضرب أو حلاقة الشعر، لكن محدش بياخد أي رد فعل داعم ليها. وبيجي يوم الامتحان وبتكون الدنيا مطر جدا والطرق واقفة، لكن بتقدر يان توصل، وطبعا ضلها وراها واقف مستنيها
وهو بيشان، وفي وقت الامتحان بيلاقي عامل من عمال الطرق جثة بنت ميتة، وبيتضح إنها جثة ويلاي زعيمة شلة الحيزبونات. بتتابع الشرطة الموضوع وبيجيبوا صاحب التاكسي اللي الكاميرات رصدت وجود ويلاي فيها، ولما بيجيبوه بيكتشفوا إنه في وقت الجريمة دي كان في المستشفى بيعمل فحوصات، وإن عربيته اتسرقت ورجعت له لوحدها بعدها بيوم. بيفتكر في الوقت ده صاحب التاكسي إن صاحبه بيشان هو اللي أخذ منه العربية وطلب منه يروح يعمل فحوصات وما يسألوش عن السبب، لكنه طلع جدع وما بلغش عن بيشان، والبوليس خرجه لأن مفيش دليل ضده. بتبدأ الشرطة تجمع شلة الحيزبونات ويحققوا معاهم، ومن التحقيقات بيعرفوا باللي حصل فيان. واحدة منهم بتتهمها بقتل ويلاي كنوع من أنواع الانتقام، وبيشوف الفيديو اللي يان بتتضرب فيه وبتتهان. طبعا الضابط كريم بيتصدم من اللي شافه وبيكون متعاطف مع يان جدا، لكن في نفس الوقت شايف إنها المتهم الرئيسي. بيروح لها وبيقبض عليها ليلة امتحانها لأنها ما كانتش لسه خلصت امتحانات التأهل للجامعة، وبيبدأوا تحقيق معاها. أول سبب لاتهامهم ليها هي إنها تعرضت لكل اللي شافوه في الفيديو ولا تكلمت ولا بلغت، وده بيدل إنها مبيتة نية للانتقام. بتنكر يان كل الاتهامات وبتقول إنها ما بلغتش علشان تركز في دراستها وامتحاناتها، وإن ده هدفها الوحيد في الحياة. وعشان قلب الضابط كريم كبير بيقرر يفرج عنها عشان تكمل امتحاناتها، بس هيخليها تحت المراقبة. وبعد ما بتخلص امتحان وفي طريقها فجأة بيشان بيسحبها وبيخطفها، وطبعا الشرطة بتشوفه فبتجري وراهم، وبنلاقي ان بيشان بيكون قاصد كل اللي بيحصل علشان يحميان، وبيطلب منها تصرخ وتقول للبوليس انه بيحاول يغتصبها بحيث يبان ان بيشان مغتصب للبنات ويشيل قضية قتل ويلاي، ويقول انه حاول يغتصبها ولما رفضت قتلها. بترفض يان، وبنعرف ساعتها ان فعلا هي اللي قتلت ويلان. بيفضل بيشان يقنعها وبيقول لها انه مش هياخد عقوبة كبيرة لانه قاصر، وان الحل انها تكمل حياتها وتحقق حلمها، لكن هو ما عندوش اي حاجة في حياته ممكن يبقى عليها غيرها، وبيطمنها انها لما تخلص جامعة هيكون هو خلص مدة سجنه. بتفضل يان ساكتة ومش قادرة توافقه، بس لما الشرطة بتوصل لهم بيضربها بيشان علشان يمثل انه بيأذيها، ووقتها الشرطة بتقبض عليه، وفي الاسم بيعترف بيشان انه قتل ويلاي. وساعتها بنرجع فلاش باك وبنشوف ان ويلاي راحت ليان بعد حادثة الضرب وتصوير يان من غير هدوم، وبتكون بتعتذر لها وبتترجاها ما تبلغش عنها الشرطة، وبتوعدها انهم هيمسحوا الفيديو، لكن يان بترفض اعتذارها وبتطلب منها تبعد عنها، بس ويلاي بتفضل تمشي ورا يان وتتكلم معاها وتترجاها عشان لو بلغت عنها مش هتقدر تدخل الامتحان. ساعتها يان بتفقد اعصابها وبتزقها، فبتقع ويلاي على السلالم وبتتخبط في دماغها وبتموت. بتروح يان لبيشان وبتحكي له اللي حصل، وكالعادة بيقرر يحميها ويساعدها. بياخد عربية صاحبه وبيدفن ويلاي، لكن حظهم ان المطر حرك طينة الارض والجثة ظهرت. في التحقيقات بيحس كريم ان في حاجة غلط. شلة البنات الحيزبونات قالوا ان يان كان في شخص بيحميها وماشي وراها زي ضلها طول الوقت، فبيبدأ كريم يراجع الكاميرات وبيلاقي شاب في نفس حجم جسم بيشان بيكون فعلا ماشي ورا يان بس مغطي راسه دايما. ساعتها بيحس كريم ان بيشان مظلوم وان المتهم الحقيقي هي يان. بيرجع يفتح التحقيق مع يان مرة تانية وبيضغط عليها نفسيا بكل الطرق عشان تعترف، لكن بتنكر يان انها تعرفه، ولما بيواجههم ببعض بينكروا هما الاتنين معرفتهم ببعض. ومش بس كده، ده كمان يان بتضربه بالقلم على اعتبار ان الشخص اللي حاول يغتصبها والبوليس قبض عليه، فبيفرجوا عنها، ولسه كريم حاسس ان يان بتكذب. بتمر الايام وبتنجح يان وبتتقبل في الجامعه، وبيجي كريم يزورها في البيت وبيقول لها ان بيشان اتحكم عليه بالاعدام. وقتها يان بتنهار وبتنفعل على كريم وبتطلب منه يسيبها في حالها، ولما بيشوفها في الحاله دي بيحاول يهديها وبيعرف ان احساسه كان صح، وبيقول لها انه بيضحك عليها وان بيشان ما اتحكمش عليه بالاعدام ولا حاجه، لكن اتحكم عليه بمده سجن طويله لأنه مش قاصر، ولو هي اعترفت بالحقيقة هيتحكم عليها بمدة سجن قصيرة بسبب القتل الخطأ وكمان سنها، وبكده هيكون ساعدهم هما الاتنين. بياخد كريم يان وبيروحوا السجن وبيطلبوا زيارة بيشان. بيتفاجئ أول ما بيشوفها، وبعدين بيفهم إن كريم متفهم اللي حصل، فبتبدأ ملامح الفرحة تبان على وش بيشان، وبيقعد هو ويان في الزيارة لوحدهم عينيهم بتقول كل الكلام من غير ما ينطقوا بحرف واحد. وده بقى من أحلى مشاهد الفيلم اللي فيه كمية تمثيل حقيقي مش طبيعية، وفعلا
بتعترف يان باللي حصل وبيتحكم عليها بمدة قصيرة، وكمان بيتحكم على بيشان، لكن بتكون مرتاحة لقرارها أكتر بكتير من إحساسها بالذنب اللي كان محاوطها طول ما هي مشيلة بيشان القضية لوحده. وبتعدي الأيام والسنين وبتخرج يان من السجن وبتحقق حلمها وبتكمل تعليمها وبتشتغل مدرسة، وفي الفصل بتاعها بتلاحظ إن في طالبة منطوية بتفكرها بنفسها زمان، فبتقرر تساعدها وتدعمها وبتاخدها معاها في طريقها للبيت عشان توصلها وتحميها من أي حاجة ممكن تتعرض لها. ومع نهاية الفيلم بنلاقي بيشان زي ما هو ماشي وراها ولسه بيحميها. وبتنتهي أحداث الفيلم بتقرير عن نسب التنمر في المدارس وبين المراهقين واللي بتكون أرقام صادمة. احكوا لنا تجاربكم مع التنمر، وخلينا نحاول دايما ندافع عن كل شخص بيتم التنمر عليه، جايز نكون نقطة تحول في حياته. الحلقة دي من كتابة ريم هشام المعريفي وتعليق صوتي ستيفن حليم. وبكده يكون الفيلم خلص. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة وتفعل جرس الصفحة عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة.